أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. وموضوعنا لهذا اليوم هو واحد من الموضوعات كثيرة الدقة والإشكالية في عالمنا العربي والإسلامي بشكل عام، وهو إشكالي أيضا في علاقتنا الثقافية مع الغرب والتي تتعدى الثقافي إلى المجتمع بالطبع بكل تلاوينه. يسعدنا بداية أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هو موضوع يحمل قدر كبير من الإشكالية في الحقيقة بين ثقافتين بشكل أساسي، وبين عالمين لنقول، حتى بين عالمنا العربي الإسلامي بكل هذا المخزون الحضاري والثقافي والذي كان بشكل أو بآخر نتاج لهذه التأثيرات الكبيرة الدينية. بالمقابل المجتمعات الغربية عاشت فترة من سيطرة الدين ممثلا بالكنيسة على مجتمعاتها، وخاصة في العصور الوسطى، وفيما بعد أنتجت هذا الاصطلاح وأنتجت أشكالا من الدولة الحديثة. بداية فضيلة الشيخ، خلنا أن ندقق في المصطلح ولغويا بشكل أساسي، لأن هناك من يلفظ هذه الكلمة علمانية. صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد فيما نقول وفيما نفعل. فعلا كما تفضلت، هنالك إخوة لنا يصرون على أن ينطقوا بهذه الكلمة بفتح العين، ولعلهم جماعة شمال أفريقيا، ونحن نصر على كسر عينها. نعم. لكن ماذا تقول اللغة في هذا؟ فعل علم، نعم، علما يعني في اللغة الإنسان الذي شقت شفته العليا، يقال علم هذا الإنسان علما، وفعل لازمي. نعم. ونسبة العلمانية بفتح العين يعني نسبة إلى إنسان شقت شفته السفلى. نعم. ولا أظن هنالك يعني شفته العليا. العليا، عفوا، العليا. لا أظن أن هنالك يعني خلافا في هذا المعنى اللغوي. وللإمام الزمخشري قصيدة معروفة، نعم، يتحدث فيها عن ذاته والمذهب الذي يدين به، وهو لا يريد أن يقول مذهب عن مذهبه لأحد. أخيرا يقول: ومذ أيسر الجهال، أيقنت أنني أنا الميم، والأيام أفلح أعلم. أي نعم، أي الأيام مشقوقة السفة العليا، الشفة العليا والسفلى، ومن ثم فهو أصبح يعني منعزلا في الظل. ومن شقت شفته السفلى فهو أفلح. أفلح. نعم. أفلح. فالأيام وصفها بأنها علماء وفلحاء. نعم. الأيام هي عبارة عن شفتين، وهو الميم التي تختفي ما بين الشفتين المبتلتين بهذه المشكلة. نعم. والكلمة منسوبة إلى العلم كما نلاحظ، بفتح بكسر العين، منسوبة إلى العلم، وإن كانت في أصلها في الواقع أن المجتمعات الأوروبية عندما أعلنت التحرر من الكنيسة، نعم، رفعت شعار الانضباط الدنيوي، يعني قارنت بين الدين والدنيا، فرأت أن الدولة ينبغي أن تهتم بشؤون الدنيا والكنيسة تهتم بشؤون الدين. لكن نظرا للاقتران الذي جرى فيما يتعلق بالصراع ما بين الكنيسة والعلم، وفي تلك الفترة ولدت هذه الحالة أو هذا النموذج من المجتمعات الأوروبية، أصبح التعبير هكذا علمانية في لغتنا نحن في العرب يعني، وإلا عند الأجانب ما بيقولوا علمانية. نعم. إذن يعني المشكلة التي كانت موجودة في العالم الغربي لنقل، ما بين الدين وما بين المجتمعات التي كانت تريد أن تنهج، نعم، نهجا علميا، المشكلة التي كانت موجودة بين العلم والدين، هذه المشكلة لم تتواجد في عالمنا العربي والإسلامي بشكل عام، لم تكن هناك في فترة من الفترات مشكلة ما بين العلم وما بين الدين.
هي المشكلة وجدت، حتى نكون منصفين، وجدت في المجتمعات الغربية المشكلة التي نعم ألجأت السياسيين إلى هذا الإعلان، الإعلان العلمانية. نعم هنالك مشكلة وهنالك سبب يتمثل في عاملين. هذان العاملان فعلا كما قلت، المجتمعات الإسلامية لم تعاني منهما في وقت من الأوقات. وسنقول ما هما هذان العاملان باختصار. أولا الخصومة التي قامت بين الكنيسة وبين العلم، وسبب هذه الخصومة أن الكنيسة لم تكن تزن عقائدها الدينية بميزان العلم، وإنما كانت ولا تزال نعم تضع لها موازين الوجدان الاعتقادي، في حين أن الرؤية العلمية التي ازدهرت في المجتمعات الغربية ارتبطت بالعلم ارتباطا كبيرا جدا، فحصل ما يشبه يعني ممكن نقول كمطاك بين التوجه العلمي وبين التوجه الاعتقادي عند الغربيين، وكان لابد من اصطدام. أنا أقول أن العلمانية عقدت صلحا بين الفئتين، لولا هذه العلمانية كانت المجتمعات يعني تتحول إلى ثورات هائجة فيما بينها. فكأن هنالك رؤية نعم خاطبت الطرفين، أن على الكنيسة أن ترعى معتقداتها الدينية، ونحن علينا أن نغذي معارفنا العلمية، وعندما يتلاقى هذا وذاك المجتمع يستظل بظل الجهتين. نعم الآن إلى الآن المجتمع الغربي، أهل المجتمع الغربي، في ناس يعتزون بأنهم اعتقاديون، شخص آخر يعتز بأنه علمي، وإذا تلاقى شخص مع آخر يريد أن يعقد صداقة معرفة معه يسأله أنت اعتقادي ولا علمي؟ لا أنا اعتقادي، الثاني يقول أنا علمي. نعم هذا هو العامل الأول. العامل الثاني يا أستاذ جمال هو أن الكنيسة لا يوجد فيها قانون يمكن أن تنهض على أساسه المجتمعات الغربية، ما في دستور يعني، ما في قانون دولي نابع من الكنيسة. طيب المجتمعات الغربية عندما يعني تحررت من تخلفها المعروف في العصور الوسطى وجدت أنها بحاجة إلى أن تبدع دساتير، قوانين، نظم، ترعى حقوق الإنسان، ترعى علاقة ما بين دولة ودولة أخرى. طيب الكنيسة فقيرة في هذا، وأنا أذكر كلمة يقولها ستوارت ميل في كتاب له اسمه الحرية، يقول الحرية يجب أن يعني نغذيها وأن نرعاها، لكن الحرية تحتاج إلى ضبطها بضرورة. هنالك ضرورات اجتماعية منبثقة من حاجاتنا الاقتصادية، من الأخلاقية، من علاقة ما بين الدولة والشعب. إذن لابد من أن تحجم هذه الحرية بحجم معين اسمه ضرورات. طيب من أين نأتي بقانون الضرورات؟ يقول كثيرون هم الذين قالوا طيب نأخذ هذه الضرورات مما جاء به المسيح. فقلت الواقع أن هذا الذي نراه اليوم مما تقوله المجامع الكنسية ليس مما قاله الحواريون وليس مما قاله المسيح، وإنما هو ركام من الأفكار التي قررها أناس من أمثالنا، ومن ثم فلا يوجد إذن في الكنيسة ما يمكن أن نستظل به من القوانين، من الدساتير إلى آخره. إذن لابد من أن نلجأ إلى التحرر في هذا الجانب من الكنيسة، ونبني مجتمعنا قوانين ونظم وما إلى ذلك. هذا هو العامل الثاني.
سألتني جنابك الآن أنه هل يوجد لدينا ما يقتضي أن نفكر بالعلمانية؟ يعني هل يوجد لدينا شيء من هذين العاملين؟ يعني لم نصطدم نحن في مسألة تتعلق بعلاقة العلم في الدين، هذه المسألة الأساسية يعني، وبعلاقة الدين في الدولة لنقل، هذه أيضا مسألة ثانية. لم يحصل هذا الاصطدام، يعني الاصطدام الحاد في تاريخنا العربي والإسلامي بشكل عام، لا الحاد ولا غير الحاد. يعني أستطيع أن أقول لإخوان المشاهدين، أولا الإسلام يأمر المسلم بأن يغذي عقله بالعلم، ويحذر المسلم وغير المسلم من أن يتبنى عقيدة ما إسلاما أو غير إسلام تنهض على غير العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ونحن عندما نقرأ القرآن نجد أنه يحفزنا دائما، يحفزنا إلى أن يعني نتعامل مع العلم، وأن نعانق الحقائق العلمية أيا كانت. الذين يعلمون، الذين يتفكرون، نعم، الذين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا شيء. شيء ثاني، الإسلام، الشريعة الإسلامية شريعة واسعة جدا جدا، ولذلك القوانين في البلاد الإسلامية تقول في نهايتها كل ما لم يرد له ذكر في القانون نلجأ فيه إلى الشريعة الإسلامية. يعني الشريعة الإسلامية أوسع، في دستور النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة المنورة، نعم، وضع دستورا أملى على الصحابة كتاب الدستور من حوالي 90 بند. إذن المجتمع الإسلامي الذي يريد أن يطبق الإسلام لا يحتاج إلى أن يعني يشرد عنه، لأنه أولا من الناحية العلمية الإسلام هو الذي يدعونا إلى العلم. من الناحية الأخرى قوانين الدساتير، القانون الدولي، نعم، الأحوال الشخصية وغيرها، هذا كله موجود. وأنا يعني كثيرا ما حضرت مؤتمرات فيها مسلمون وغير مسلمين، القانون وما إلى ذلك. المسيحيون، إخوان المسيحيون يقولون نحن عندما نريد أن تستغني الدولة بقانون سليم ناجح لا نرى أمامنا خيرا من الإسلام. ذلك لأن المسيحية لا يوجد فيها، فيها نواحي وجدانية غنية جدا جدا، ولكن النواحي القانونية المسيحية فقيرة في هذا، بل المسيحية أحالت إلى ما من سيأتي من بعد وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن فالمجتمعات الإسلامية التي تريد أن تطبق الإسلام لن تجد مشكلة تصادمية كالتي وقعت في المجتمعات الغربية. كثيرون تساءلوا عبر إيميل البرنامج فضيلة الشيخ أنه ما هي العوامل الكامنة وراء هذا التمسك الشديد من المجتمعات الغربية، معظم المجتمعات الغربية، بالعلمانية؟ والله أنا يعني لا أقول أشجعهم، أنا أؤيدهم على هذا النهج الذي يعني تراه. مع العلم بأنه مو كل المجتمع، مو كل الناس في المجتمعات الغربية، ليس الجميع في المجتمعات الغربية. يعني أنا مثلا الشيء الذي ألاحظه، هذا أمر غريب، ألاحظ أن هنالك أناسا يعني تعتز بهم أوروبا، فكر علم، مثل جان جاك روسو في فرنسا، هذا الرجل اعتقادي بكل معنى الكلمة، وله نظرية يقول ينبغي أن نقوم بمهمة نخلص بها الدين من براثن العقل، يجب تخليص من براثن العقل. في حدا بيقول الكلام هذا؟ نظرا لشدة اهتمامه بالدين
ولرؤيته أن الدين في خطر بسبب الهجمة العلمية التي تجتاح أوروبا. يا أخي الدين وين بده يصير فيه؟ نعم. وهو يبقى حاجة وجدانية كبيرة. نعم. في أيضا كثير من العلماء في بريطانيا على هذا الشكل. نعم. العالم الذي يعني هو أوجد نظرية البراغماتيزم الذرائع هو أيضا كذلك. لكن طبعا التيار العام هو التيار العلمي يقدر الدين ولكنه لا يتعامل معه في النطاق العلمي الذي يجعله إما أن يلجأ إلى الدين ويترك العلم أو العكس لا هو يأخذ العلم ويترك. هنا هل لنا أن نميز بين العلمانية والعلمية؟ لا يا سيدي لا في ما في. ليش؟ لأنه أنا أقول لك هذه نسبة على غير بابها إلى العلم. هذه النسبة عندنا نحن يعني ترجمة غير دقيقة من العرب. يعني وجدوا أنه الأوروبيون أن الأوروبيين فروا من الدين الذي ليس له دليل علمي إلى كنف العلم هكذا. في حين أنه سيكولاريزم مو بهذا المعنى. معنى أن هذا الإنسان إنسان دنيوي لا علاقة له بالدين. لكن طبعا لما بيكون الإنسان دنيوي يرى أمامه ميزان واحد وهو ميزان العلم. من هنا فضيلة الشيخ الكثير يعني فعلا تساءلوا عبر العديد من الإيميلات التي وردت إلى البرنامج، يعني ما دامت هذه الفوارق حاصلة ما بين العلاقة ما بين الدين والمجتمع في مجتمعاتنا الإسلامية والدين والمجتمع في المجتمعات الغربية، وما تعلق بسطوة الكنيسة وبشكل خاص مجافاتها للدين في فترة طويلة من الزمن هي العصور الوسطى ويسمونها حتى هم عصور الظلام. يعني إذا ما دامت هذه المسائل غير متوافرة لدينا، ما الداعي بنظرك لأخذ كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم بالنظام العلماني؟ أستطيع أن أجيب أولا باختصار. الداعي إلى ذلك عدم توجه الناس في المجتمعات العربية والإسلامية إلى التقليد التام للمجتمعات الغربية، ولعل هذا الجواب غريب. يعني أنا أقول إما أن لا نقلد أحدا أي من المجتمعات، أو إذا أردنا أن نقلد ينبغي أن يكون التقليد شاملا كاملا. أخي العزيز، الرجل الغربي يتمتع بثقافة واسعة أيا كان، يعني ثقافته أوسع بكثير من ثقافة الرجل العربي مسلم أو غير مسلم. يعني هو لابد أن يعلم شيئا تاما عن تاريخ الكنيسة، عن المجامع الكنسية أطوارها، نعم، وكيف تطورت، مؤتمر نيقيا، ما الذي حصل بعد ذلك إلى اليوم. ثم إما أن يختار أن يكون علميا أو علمانيا يجنح إلى التحرر عن هذا الذي علمه، أو يعني يفضل أن يكون وجدانيا نعم اعتقاديا كما يقولون. نعم. الآن هناك المجتمعات كلها، الطبيب، العامل، المهندس، أيا كان، لابد أن تكون له ثقافة واسعة، وفي مقدمة هذه الجانب تاريخ الكنيسي. عندنا الأمر ليس كذلك. إذا لم يكن الإنسان رجل دين قل أن تجد من يتمتع بثقافة تامة عن الإسلام. يعني لو أن طبيبا سئل في مسألة دينية أو آية قرآنية بكل اعتزاز يقول أنا آسف أنا مالي مختص بالدين. مهندس، أستاذ العلوم في كلية من كليات العلوم نحو ذلك، إذا سئل عن قضية تتعلق بالدين يقول وهو معتز أنا لست رجل دين ولا علم لي بشيء من هذا. لاحظ الفرق.
نظرا إلى أن رجل الغربي عرف تاريخ الكنيسة وعرف واقعها وعرف فقرها فيما يتعلق بالقانون وما إلى ذلك، أدرك أن مجتمع ناهض حضاري علمي لا يمكن أن يتفاعل تفاعلا إيجابيا مع الكنيسة. طيب، نظرا إلى أن لم نقلد الغربيين تقليدا كاملا، وإنما قلدناهم في النهاية في القرار الذي اتخذوه وهو العلمانية، أصبحنا نسير وراءهم. لو أننا فعلنا ما أقول، طيب يا أخي بدك تقلد، قلد الرجل الغربي من الأول للأخير، دروس الإسلام كما يدرسونهم النصراني، مو شرط أنك تكون أنت ملتزم، لكن كن صاحب ثقافة تامة، اعلم ما هو الإسلام وما تاريخ الإسلام وكيف تطور وما إلى ذلك. لو أن هذا الأمر تم، الإنسان العربي يعني الأكثر الأكثرية نعم عرفوا تاريخ الإسلام وعرفوا حقيقة الإسلام فيما يتعلق بمعتقداته وموقفه من العلم وقوانينه. الآن في ناس كثير ما بيعرفوا أنه في دستور من 90 مادة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لانتهوا إلى القرار التالي، مجتمعاتنا لا تحوجنا إلى أن نعتنق المنهج العلماني، لأنه لا العامل الأول موجود ولا العامل الثاني موجود. فهذا هو السبب في أن كثيرين يرون أن العلمانية هي السلم الذي ارتقى بها عن طريقها الغربيون إلى سدة الحضارة. فلو فعلنا ذلك لوصلنا إلى مثل ما وصلوا إليه، وهذا غلط في الرؤية قبل أن نقول في الدين. يعني البعض يقولون بأن ليس هناك مصادر ميسرة أو مراجع ميسرة للتعرف على الدين، يعني بمعنى أن محاولة التعرف على الدين تذهبهم في أحيانا في متاهات شتى وتأخذهم هنا وهناك. يعني هل تم التوافق على نوع لنقل يعني مما يمكن أن نسميه المراجع التي يمكن أن يستقي منها الإنسان معرفة متعلقة بالدين الإسلامي، وتكون معرفة بما يعني تم التوافق والتواضع عليه؟ أستاذ جمال، أكاد أقول إن المراجع الدينية الحقيقية في المجتمعات الغربية أكثر فقرا من المجتمعات الدينية عندنا. ولكنهم يعني يقرؤون. لكنهم يقرؤون. يقرؤون. يعني الرجل الغربي عنده نهم القراءة، أنت تعلم ذلك. صحيح. يعني الآن مجتمعاتنا خصوصا في السنوات في العشرات السنوات الأخيرة أصبحت غنية بالكتاب، معارض الكتب أصبحت كثيرة جدا جدا، وبعدين عصر الإنترنت ما عاد في شيء اسمه يعني حجاب يحجب الإنسان عن الثقافة. والثقافة العامة نعم خير لذاته، ولا أقول إنه وسيلة، يا أخي ما بدك تلتزم لا تلتزم، لكنها ثقافة. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. يعني العودة إلى القراءة هذه مسألة هامة، والتأسيس على القراءة والمعرفة يعني المنطلق الأساسي لنهوض أي مجتمع إنساني. هل لنا أن نبين الجواب مفصلا من وجهة نظر الداعين إلى العلمانية فضيلة الشيخ، والرد العلمي بالتالي على وجهة نظرهم؟ يعني أنا أعتقد إذا يعني العصبية ألقيناها جانبا واحتكمنا إلى الميزان العلمي، سنجد أن الرجل الغربي متحرر من عصبيته، ومن ثم فهو أقرب إلى الإسلام من الرجل العلماني المسلم في بلادنا، أقرب إلى الإسلام من الرجل العلماني في مجتمعاتنا. نعم، هذا الكلام أنا
ألاحظه وهذا يصب في الإجابة عن سؤالك. يعني كيف أنا ذهبت إلى معظم يعني البلاد الأوروبية، وذهبت إلى أمريكا أيضا، وجدت أن العلمانية تقفز بهم خطوة لا خطوة خطوات إلى الإسلام، بينما العلمانية في بلادنا بالنسبة للمجتمعات الإسلامية تقفز بهم إلى الوراء، يعني تبعدهم عن الإسلام. كيف؟ الرجل الغربي إذا لم يكن علمانيا لابد أن تفترسه العصبية الدينية، إذا ما كان علماني تفترسه العصبية الدينية، مثل جان جاك روسو، نعم، مثل ويليام جيمس، هذه اللي أنسى البراغماتيزم وغيره. طيب، فإذا ذكرت له حقائق دينية الإسلام أو نحوها لا يسمع ولا يلتفت ولا يفتح نوافذ عقله. لماذا؟ لأنه رجل اعتقادي. فإذا جاء وقت تحرر من الاعتقاد وقال لا والله أنا بدي أكون إنسان علم، أنا إنسان علماني، في هذه الحالة الحجب بينه وبين الإسلام ارتفعت، وبوسعه الآن أن يصغي إليك وأنت تحدثه عن الإسلام. كان بالأمس لا يسمع. نعم، أمثلة كثيرة في ذهني من هذا القبيل. في بأمريكا، نعم، رجل تعتز به أمريكا كأستاذ في الرياضيات، جيفري لانك معروف، يعني من القلة الذين تعتز بهم أمريكا كعالم رياضيات. كان رجل اعتقادي، كان مسيحي وكان شديد التمسك بمسيحيته، ثم إن معارفه الخاصة وما إلى ذلك جعله يتحرر. بعد أن تحرر لا أدري بكم سنة أو أشهر لا أعلم، نعم، أتيح له أن يصغي السمع إلى الإسلام، دعاه ذلك إلى أن يقرأ الإسلام، خصوصا عندما وجد أن الإسلام يأمر بالعلم ويتحدث عن العلم وما إلى ذلك والقرآن. نعم، سرعان ما دخل الإسلام. ولو كان رجلا اعتقاديا لحيل بينه وبين ذلك. نعم، تأسيسا على معتقده. نعم، دخل الإسلام. وأي إسلام دخله دخول الإنسان المتعشق للإسلام، يقول في كتاب له، يقول أنا كنت حريصا على أن أصلي صلوات الخمس جماعة في أقرب مركز إسلامي مني، لا سيما صلوات الجهرية. يقول فسألني رجل فضولي، هكذا يقول فضولي، قال لي أنت لا تعلم اللغة العربية، ما الذي يعني يحفزك على أن تأتي وتصلي صلاة الجهرية مقتديا؟ فقلت له لماذا يركن الطفل الرضيع إلى صوت أمه وحديثها وهو لا يفقه شيئا من كلامها؟ أنا أشعر أن بيني وبين هذا الكلام نسبا كالنسب الذي بين كلام الأم وهذا الطفل. هذا كان فيما مضى اعتقاديا. نعم، إذن العلمانية ماذا تصنع في الغرب؟ تدنيهم إلى الإسلام. أما نحن نظرا إلى أننا لا نحتاج إلى أن نلجأ إلى الحمى الذي لجأ إليه الغربيون. يا أخي بدك علم، الإسلام أصلا لا يقبل إسلامك إذا لم ينهض على دليل علمي أبدا. طيب، تريد نظم وقوانين ودساتير تستطيع أن تغمض العين وتجد ما يتجاوب مع العصر الذي أنت فيه، باب الاجتهادات واسع جدا جدا. طيب، لكن وإن كانت هذه المسألة المتعلقة خاصة بالاجتهادات، هذه مسألة حساسة جدا فضيلة الشيخ ودقيقة، يعني المسألة المتعلقة بالاجتهادات تصطدم ب تنوع الاجتهادات إلى درجة التضاد أحيانا، وتصطدم بمسألة أخرى هي التشكيك ما بين المجتهدين.
أستاذ جمال، ما في مشكلة، المشكلة تتجلى عندما يكون هنالك جهل، وعندما يكون هنالك من يتصيد الدين لمصالحه السياسية، وهذا ما يتم الآن. يعني الواقع باب الاجتهاد منضبط مقيد وله شروطه وضوابطه، لكن لنفرض أنه زيد من الناس، نعم، له رؤية سياسية معينة، ووضع كل نشاطه وهمه ووجدانه ورغائبه في تحقيق هذه الرؤية السياسية، بيسخر الدين للسياسة في هذه الحالة. أنا لا أسميه مجتهد، أنا أعتبر أن هذا الإنسان يخون الإسلام، إذ يجعله سلما يرقى عليه درجة فدرجة ليصل إلى مبتغاه. يعني مثلا فقه الأقليات في أوروبا، طيب فقه الأقليات في أوروبا يجنح إلى أحكام غريبة وعجيبة جدا. ما هي أحكام اجتهادية؟ أبدا ما هي أحكام اجتهادية، لكن الناس الذين نعم أوجدوا هذه المؤسسة في أوروبا أو في الغرب، نعم، لهم رؤى سياسية، فوجدوا أن هذا يقتضي أن يبيحوا ما كان حراما بالأمس، وكانوا هم أنفسهم يحرمونه، وأن يغيروا الأحكام. هذه هي المشكلة، لعلك تقصد ذلك. هذا جانب، يعني جانب آخر حقيقة، يعني أحيانا هناك تضارب في كثير من الاجتهادات تلحظ. يعني وكما تفضلت، يعني الارتباط بالسياسي يعني جعل لهذه المسألة كثير من التأثيرات يعني التي كانت سلبية لنقل على حركة الاجتهاد، والاجتهاد أكبر. والاجتهاد باب مفتوح كما تفضلتم، لكنه واضح الملامح في نفس الوقت، وله ضوابطه وشروطه. نعم. نعم. وهي معروفة منذ صدر الإسلام. تمام. وكان كبار الصحابة يجتهدون في قضايا أحيانا بالغة الأهمية، وفي بعض القضايا التي كان فيها نص. ما في إشكال أبدا. لا شوف، الاجتهاد في مورد النص، لكن الاجتهاد في فهم النص. يعني الاجتهاد في القفز فوق النص، لكن الاجتهاد مشروع في فهم النص. صح، في الفهم الجوهري، الجوهري، الفهم الحقيقي للنص. نعم. بحيث يكون الفهم أكثر، يعني والضوابط أكثر إنصافا للمعاني النبيلة للنص. في عندنا علم اسمه قواعد تفسير النصوص. فأنت لا تستطيع أن تفسر نصا في كتاب الله عز وجل إلا ضمن قواعد معينة. معظم هذه القواعد عربية. نعم. هناك مشكلة إذن، يعني هناك فارق بين الإنسان الغربي والإنسان العربي المسلم اليوم في الشمولية الثقافية عند الأول لنقول، ومحدوديتها عند الثاني، وهذه لها تأثير فيما نتحدث. نعم. هذا ما أعني. يعني نحن نعاني من ضيق المساحة الثقافية. طبعا الثقافة غير العلم، ربما كان رجل ذو باع نعم عميقة واسعة في اختصاص معين، لكنه لا يملك ثقافة كافية. هذا موجود. الثقافة هي المدخل إلى العلوم، أو الثقافة هي الوسيلة التي يستطيع بها الإنسان أن يستفيد من اختصاصاته. الآن الغربيون يتمتعون بهذا. نعم. تفضلتم بفكرة في غاية الدقة وفي غاية الأهمية، وتحتاج فعلا إذا إلى وقفة إضافية فضيلة الشيخ، وهي نقطة متعلقة بأن العلمانية في الغرب ما ساقته وما أنتجته من منظومة اجتماعية حضارية، جزء منها هذا النهم باتجاه المعرفة والقراءة، جعلت الإنسان الغربي بشكل أو بآخر يقترب يعني من الدين ومن الإسلام تحديدا، لأنه يرى فيه التكامل. يعني بينما نحن لدينا العلمانية وكأنها مجافات للدين، كأنها إدارة الظهر للدين. أنت ترى ذلك ونحن نرى ذلك. يعني أنا أتمنى أن يكون عند الرجل العربي جزء من النهم الذي أراه عند الغربيين. هذا غير موجود، موجود في حالات نادرة. وأنا أضرب لك مثلا آخر يجسد هذا الشيء الذي تقول. منذ سنوات دعيت إلى ندوة في باريس عن موقف الإسلام من الأقليات وموقف الغربيين من الأقليات.
طبعا احنا في قاموسنا الاسلامي ما في اقليات، يعني ما في مواطن من الدرجة الثانية مواطن درجة أولى أبدا. فهذه الندوة كانت هذه نقطة هامة فضيلة الشيخ، الندوة كانت لبيان فرق ما بين موقف الأوروبيين من أقلياتهم وموقف الإسلام ممن يسميهم الغربيون أقليات. خلاصة ما هو محل الشاهد، كانت هذه الندوة يوم السبت، وكانت المنصة عليها فرنسيون وعرب، وأنا كنت واحد منهم. اليوم الثاني في ندوة خاصة للمسلمين، عنوانها العبادة والعبودية والفرق بينهما، طبعا هي خاصة للمسلمين. جئت في اليوم الثاني للمركز نفسه، وإذا بعدد من الفرنسيين اللي كانوا موجودين يوم السبت موجودين في القاعة اللي كانوا على المنصة موجودين، وبينهم امرأة صحفية ذات شهرة كبيرة على ما يبدو، موجودة. لاحظ هذا الاهتمام، مع العلم أن المسألة ما لها علاقة فيه. فالحديث دار حول العباد والعبوديون، هذا الحديث يستهويني، لا سيما العبودية التي هي جزء العبادة. العبادة السلوك، العبودية شعور، وهي منتهى الحرية بالنهاية. أيوة، فانتهينا من يعني ذلك. العبودية للخالق، نعم، عز وجل بمملوكية الإنسان، هي منتهى الحرية في ذات الوقت، هي انعطاق من كل ما دون ذلك. بالضبط بالضبط. لما انتهينا دخلنا إلى مكتب مدير المركز، ليس ما ينتهي يخرج الجمهور، وإذا بهذه المرأة تستأذن في الدخول. دخلت وأثر البكاء ظاهر على عينيها. قالت لمدير المركز: أنا أشعر أن زلزالا يجتاحني، وأنا أشعر الآن أنني لا شيء. فقلت له، قل لها، أنا ما بعرف فرنسي، أنت الآن أصبحت كل شيء ما دمت الآن وصلت إلى هذه النهاية. تصور السؤال الغريب الذي يعني دخلت لكي تسأله. قالت: أنا يعني إذا أحببت شخصا لا يعني أخاف منه، وإذا خفت منه لا أحبه. طيب كيف أجمع بين الحب والخوف لله؟ أنتم قلتم أنه ينبغي للمؤمن أن يحب الله بمقدار ما يخاف منه. يعني هذا الكلام الذي تهتم به إنساني لا علاقة له لا بالإسلام ولا شيء. فقلت لها، قلت له انه يترجم لها، قلت: اذا خشيت من ظالم من الناس، نعم، تفرين منه الى من تثقين بحمايته لك، اليس كذلك؟ فتفرين من هذا الذي خفت منه الى ذاك الاخر الذي نعم تنتظرين ان يحميك من ذلك. لكن اذا خفت من بطش الله الى من تفرين؟ قلت لها: ستجدين أنك مضطرة إلى أن تفري منه إليه، تفرين من بطشه إلى رحمته. ومن ثم فالخوف من صفة البطش والانتقام منه، والحب بسبب صفة الرحمة واللطف والصفع وما إلى ذلك. أنا لو كنت عم بلقي هذه المحاضرة والندوة عندنا، ثلاثة أربعة يلي متدين بيحضر، يلي ما له متدين ما بيحضر. لكن التفكر بعظمة الخالق تجعلنا أحيانا نذهب إلى محبته الخالصة بعيدا حتى عن حالة الخوف هذا، يعني ونحن ممتلئون بهذا الإحساس بالأمان الكبير. والله هذا هو المطلوب يا أستاذ جمال، ولكننا نحن مقصرون. مقصرون كثيرا بحق أنفسنا. أي والله نحن مقصرون بحق أنفسنا وبحق إخواننا الشاردين. أي نعم، في عملية إيصال لنقل الحقائق بأبسط أشكالها. إلا أننا بمجتمعاتنا العربية عانينا فترة واسعة من سواد الأمية والجهالة لنقل، يعني وهذه مسألة لا تقل خطورة فضيلة الشيخ. الثقافة العامة، أنا برجع بقول الشمولية بحاجة إليها، الثقافة العامة، ومنها الثقافة التي
هي ثقافة متعلقة بديننا. طبعا لما نقول ثقافة عامة شمولية تدخل فيها ثقافة دينية، مثل ما عند الغربيين ثقافة عامة يعني الدين داخل في مقومات الثقافة. والعقل عندما يدرب على التفكير العلمي حقيقة والتفكير الرياضي حقيقة فهو عقل قادر على الاستدلال العقلي في قضايا الدين الكبرى، والأكثر قدرة يعني على حقائق الدين، على التفهم والتفكر لحقائق وقضايا حقائق الدين لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا كانت قائمة على دعائم العلم. ولا يقبل إسلام المسلمي إلا إذا كان إسلاما مبنيا على اعتقاد مؤسس على العقل وعلى الإدراك وعلى التفكر. يعني أخيرا فضيلة الشيخ، ما هي الحصيلة العلمية والاجتماعية التي يجب أن ننتهي إليها من هذا الذي تم بيانه فيما يتعلق بالعلمانية وفيما يتعلق بإسلامنا، يعني الذي لم يصطدم مرة مع العقل ومع الدين ومع العلم؟ يمكن هي الثمرة الهامة والأخيرة للشيء الذي يعني ذكرناه تحدثنا به، هو أن علينا أن نلفت النظر إلى أن الشيء أو الخوف الذي يدفع كثيرا من الناس إلى اللجوء إلى العلمانية، واضح كيف؟ الشيء الذي يفرون منه ويرون أن العلمانية هي الملاذ للفرار، العكس تماما، فرارهم إلى العلمانية يوقعهم فيما يفرون منه. إذا كانوا يفرون منه يعني الآن كثيرون هم الذين يقولون نحن بحاجة إلى أن نقيم مجتمعا علمانيا من أجل أن نتخلص من الاحتكاكات الطائفية ومن ثم من الخصومات والحرب الطائفية بين الأديان، من أجل أن ننتهي من هذا الخطر نجنح إلى العلماني. كثيرون هم الذين يقولون هذا. أنا عند تأمل كثير رأيت وأنا متيقن أن العكس هو الصحيح. عندما يكون المجتمع أفراده مسلمون متدينون وشاءت الدولة أن تقيم المجتمع على نهج علماني، ماذا يعني هذا الحال؟ يعني أن الدولة تقول لناس شأنكم بالدين كما تحبون، أنتم نعم تسوسون دينكم المسلم المسيحي اليهودي، لكم أن تسوسوا علاقاتكم الدينية كما تحبون. أما الدولة الدولة لا شأن لها بهذا نهائيا، شأنها بالسياسة، شأنها بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية. في هذه الحالة الناس نعم يتحركون بشكل كيفي. أنا عندي مشاعر دينية خاصة في تجعلني أشعر بشيء من الانتقاص تجاه الآخر، أرى أني على حق وأنه على باطل، وهو بالمقابل يبادلني، هذه نتيجة ردة الفعل، ومن ثم يقع الاحتكاك. لماذا؟ لأن الدولة حجبت نفسها عن سياسة شمل جمع الشمل ولم الشعث. إذن العلمانية في الدولة في المجتمع الإسلامي أقول هي التي تفتح باب خطر الاحتكاكات والخصومات الطائفية. لكن عندما تكون الدولة مهتمة بالإسلام إسلامية، وأنا أقصد أنه تقيم الحدود وما إلى ذلك، لا، وإنما ترعى إسلام هذا المجتمع بالنهج الإسلامي. طيب النهج الإسلامي ماذا يقول؟ يعني النظام الإسلامي في عقائده وفي تشريعاته ينص هذا الإسلام على أن حقوق المواطنة هي التي ينبغي أن تطبق في الدرجة الأولى، وفوارق الدين لا تبرر ارتفاع وانخفاض. نعم، ولذلك نعم ورد في كتاب الصلح بين المسلمين وبلاد الشام لما جاء سيدنا عمر
نعم، لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. فالدولة الإسلامية عندما تطبق الإسلام تضطر وهي تطبق الإسلام أن تحتضن حقوق المسلمين وحقوق الكتابيين، وأن تسهر على حسن السلوك والجسور الودية الواصلة بين الجميع. هذا كيف يكون؟ بصمام الأمان. صمام الأمان هو أن ترعى الدولة الإسلام طبقا لما يقرره الإسلام، والله هذه هي الحقيقة. بينما مجافاة الدين هي التي توقع بإشكالية وباصطدام بين، نحن ما بنتعلق بالدين، الدولة ترعى شؤون السياسية سياسية والاجتماعية وما إلى ذلك. أنتم يلا تصطفلوا علاقتكم مع بعضكم البعض. لما يقول تصطفلوا علاقتكم مع بعضكم البعض، يا أخي أنا عندي مني عصبية دينية، الشخص الثاني عنده كمان عصبية، وهكذا العصبيات الدينية خطيرة. وفي حال من الجهالة بالآخر تمام تصبح المسألة أكثر خطورة. فهذه حقيقة. لكن في عند الغربيين العلمانية عقدت صلحة بين الكنيسة والعلم، ما في إشكال. الأمر عندنا يختلف. الألمانية لا تعقد صلحا، تقطع جذور الصلح وتسلط نعم الناس ربما على بعضهم البعض. يعني في حالة من الجهالة أحيانا فضيلة الشيخ كثيرا ما يصطدم اثنان لنقول كلهم من دين أو من مذهب مع بعضهما، وكلاهما قليل الدراية إلى أبعد الحدود بما يعتقد أساسا. صح. أو بما يتصور أنه يعتقد. هذه مشكلة. نعم. وحلها كما أقول لسيادتك، عندما يعني الدولة تهتم بشؤون الدين تنهي هذه المشكلة. هي دولة ترعى هذا الجانب بدون أن يعني تجنح إلى جهة على حساب جهة أخرى. نعم. الشيء الأخير الذي أريد أن أضيفه إلى هذا هو أن يعني الدولة ما هي دولة شخصية اعتبارية. دولة شخصية اعتبارية مكونة من أشخاص مثلي ومثلك ومثل إلى آخره، تتكون منه شيء اسمه الدولة. لا يمكن أن يتجرد الإنسان أيا كان عن هويته عبدا لله عز وجل. هذه الهوية الأشمل، وهذا جامع مشترك بين المسلمين والنصارى واليهود، بين الكتابيين والمسلمين. نعم. لنفرض زيد بين الناس، شاء الباري عز وجل وهو يخوض نعم مجالات السياسة أن يصل إلى رئاسة الدولة. طيب هل رئاسة الدولة أفقدته هويته؟ لم تفقده هويته بشكل من الأشكال. رئيس الوزراء كذلك، الوزراء كذلك. إذن الهوية موجودة يا أخي، وأنا عبد لله سبحانه وتعالى، وأنا أتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة. نعم. هذه الحقيقة تجعلني نعم تضطرني إلى أن أنمي مشاعر الحب لهذا الإله، مثل ما قلت أنا في تلك الندوة، ومشاعر التعظيم لهذا الإله، ومشاعر الخوف لهذا الإله. لما أنا بدي ولا لا لا أنا علماني، يعني أنا ما لي علاقة بالدين، والشعب هو الذي يعانق من الدين ما يشاء وعلى النحو الذي يشاء، وأنا خلعت معطف الدين. كيف أنا خلعت وربي عز وجل يراني؟ يعني طيب كأنه يقول أنت نومك بي، يقظتك بي، طعامك بي، حركتك، سكناتك، عقلك، تفكيرك، نطقك. طيب كيف تتجاهل هذه الحقيقة؟ لما كيف لا تتعامل معها؟ يعني أنا أستاذ جمال خليني أحكي لك شيء. لما بقعد بتأمل بحماية رب العالمين لي لحظة فلحظة فلحظة، أنا حماية أم وأنا حماية أب وحماية غريبة وعجيبة. أذوب، أنا عم بحكي الكلام، أذوب تعظيما وحبا لله عز وجل. لما بحط اللقمة بتمي، يا رجل لساني وقطعة اللحم مخلوطين مع بعضهم البعض، رب العالمين
عم يمكنني اني اطحن قطعة اللحم بالأضراس بينما يكون لساني سليما في نجوة من هذا الخطر. انا عم سوس هذا الموضوع، والله لو بدي افكر بهالموضوع بقرط لساني، مو هيك؟ صحيح. الابتلاء مو الرقاد، اليقظة، وهو فعل لا إرادي يعني. فأنا لو فرضنا كنت أنا مسؤول، لا نتحكم به لكن الله يتحكم بكل أفعاله. لو فرضنا أني كنت مسؤول كبير في الدولة، أنا بستحي من رب العالمين أقول أنا يا جماعة الماني، أنا ما لي علاقة بالدين، أنتوا رتبوا أموركم في ديني وربي عز وجل يسمعوني. لا، أنا أتعامل مع قناعتي الإيمانية ومع عبوديتي لله، وأرعى المجتمع. الله سبحانه وتعالى يكتب لي أجر كبير، أرعى المجتمع أنه ما يدفع الدين إلى الخصومات الطائفية. نعم، كم وكم أكون سعيدا بهذا العمل. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، وآمدنا في لقاءات قادمة أن نأتي إلى موضوعات أيضا إن شاء الله. على قدر هيك من الحساسية والأهمية، علنا نبلغ بعضا من الرؤية التي يمكن يا رب إن شاء الله أن نصل بها إلى الجوامع لنقل بين القلوب وبين العقول. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.